السلام عليكم ورحمة الله، معاكم مهندس هشام أحمد وهبتدي درس جديد إن شاء الله من سلسلة دروس تمارين على السوليد ورك. درس النهاردة عايزين نبدأ نرسم فيه الرسمة دي. الرسمة دي هنبدأ نرسمها على سوليد 2016، وهنبص للرسمة هشوف إن أنا ممكن أرسمها من كذا اتجاه، بس الاتجاه اللي أنا شايفه أسهل بالنسبة لي اللي هو توب بلان، اللي أنا هبدأ أرسم البيز بتاعي ده وأبدأ أعمل اكسترود لي، وبالتالي أنا هاجي هنا من التوب بلان وأقول له سكتش وهبدأ أرسم. ممكن نخليها ايه، ممكن نخليها مثلا سلوت من هنا كده او سنتر بوينت سلوت، وابدا ارسم كده افقي طبعا بالمنظر ده، وابدا احط له دايره تانية هنا، دايره تانية هنا، وابدا اقول له سمارت دايمنشن ان الطول ده معايا 62، ده كده 62، المسافه من هنا لهنا 20، وطول الدايرة دي أو قطرها 10 مليمتر، وقطر الدايرة دي 10 مليمتر. هبدأ بعد كده أقول له زي سكتش وأقول له اكسترود على 5 ملي وأقول له صح. طيب هاجي بقى من هنا من ورا كده وأبدأ أعمل سكتش هنا وأقول له سكتش، وأبدأ أرسم البروفايل ده. البروفايل ده أبدأ أرسمه، هاجي هنا أرسم مثلا مستطيل ريكتانجل بالمنظر ده كده، وارسم من هنا كده لهنا، ومعايا عرض المستطيل ده اقول سمار دايمنشن ان العرض بتاعي 42، والمسافة او نخلي مثلا النقطة دي واتك على كنترول والنقطة دي واخليهم الاتنين فيرتيكال بالمنظر ده كده، تمام. طب الارتفاع بتاعي، الارتفاع بتاعي هنا من هنا لهنا 15، يبقى المستطيل من هنا نهايته معايا 15 بالمنظر ده. وبعد كده هبدا اعمل نص الارك بتاعي، تمام، يبقى هعمل نص دايره من هنا لهنا كده، وابدا اقول له تريم ده كده، اعمل كنترول زد بس اقول له تريم الحته دي بالمنظر ده كده، وابدا اقول له اكزي سكتش واقول له اكسترود، او ممكن اعمل ايدي سكتش تاني اقول له نورمال 2 واعمل له اوفسيد. هنا القيمه دي كده 7، يبقى انا هعمل له اوفسيد على 7، اوفسيد لده على 7 ملي اللي جوه بالمنظر ده كده، تمام. بس هعمل لاين من هنا كده اقول له اوفسيت بس الاول اللي ده على 7 ملي، واقول له ريفرس واقول له صح. بس هكمل اللاين ده لحد الاخر بالمنظر ده كده، واكمل اللاين ده لحد الاخر بالمنظر ده، واقول له تريم الحته اللي جوه دي، تمام، والحته دي كمان، واقول له اكزي سكتش واقول له اكسترود للسكتش ده الناحيه التانيه، العرض بتاعي 20 واقول له صح. يبقى انا كده ايه معايا المنظر ده كده. طيب فاضل لي ان انا اعمل اللي هي الحتتين دول، هاجي في البلان ده اعمل سكتش عليه وابدا ارسم البروفايل بتاعي. ابدا ارسم مستطيل هنا كده، اقول سمارت دايمنشن ان الطول ده معايا 10 والارتفاع بتاعي 10، وبعد كده معايا نص دايره ومعايا دايرة تانية صغيرة ال R بتاعها بتلاتة يعني قطرها 6. المنظر ده واقول له تريم للحتة دي كده، تمام، واقول له اكزي سكتش واقول له اكسترود بده
وده الناحية التانية على 7 مللي. بقوله صح، تمام. يبقى انا كده خلصت الحتة دي كده، هبدأ اعمل الناحية التانية زيها. هاجي من هنا ارسم برضو نفس الكلام، ممكن اعمل ده كده واقول له convert entities واقول له trim ده كده، اقول له صح، واقول له convert برضو لده، اقول له صح، واقول له exit sketch، واقول له extrude لده كده الناحية التانية على 7 مللي برضو، واقول له صح على كده. هبدأ بعد كده اعمل اخر حاجة الفيلت اللي معايا هنا، معايا فيلت على radius 10، اقول له فيلت على r 10 r 5 للحتة دي وزيها الناحية التانية. تمام كده، واقول له صح. ده كده الشكل بتاعنا. ممكن بعد كده احط له ماتيريال، اكبر ده كده واحط له ماتيريال من عندي appearance metal polished cover بالمنظر ده كده. بدأ كده كان الدرس بتاع النهارده. لو حد عنده اي سؤال اي استفسار يبعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك Learn Solidworks Arabic، ورقم التليفون والايميل موجودين اسفل الشاشه. اشوفكم الدرس الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.